السلام عليكم ورحمة الله، معكم هشام أحمد وهنبتدي درسي إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على سوليد وركس. درس النهاردة تمرين رقم 54 من سلسلة 200 تمرين على البرنامج. هنفتح البرنامج وهقول له نيو بارت وأقول له أوكي، وهبدأ أرسم في الرايت بلين سكتش. هرسم حرف ال كده، سمول ديمنشن ان الطول ده 60 ملي والارتفاع ده 70، المسافة دي 20، المسافة دي 20. هقوله فيتشر اكسترود في الميد بلان على 100 وأقوله صح. هاجي أعمل سكتش هنا كده، هرسم دايرة. أنا عملت ده كله 70، لا أنا ممكن أقوله اكس سكتش، ممكن أعدل دي اخليه ارتفاعها 45 بس، يعني 70 ده خليه 45 واقول له من هنا ريبيلد واعمل سكتش هنا. هرسم دايرة قطرها 50، ايه 45 ماشي، قطرها 50 وهقول له فيتشر اكسترود على 20 ملي بلايند 20 الناحية التانية وأقوله صح. هعمل سكتش هنا، دايرة قطرها 40، قطر 40 و اكسترود كات وأقوله صح. هعمل فيلت، الفيلت بتاعي على 30 ملي، هنا وهنا واقول له صح. وهعمل فيل التاني على 15 ملي، واحد هنا وواحد هنا واقول له صح. هعمل سكتش هنا، دايرتين قطر الواحدة 10، بالمنظر ده، وهقول له اكسترود كات. بقى ده كده الرسمه معايا، كليك يمين على الماتيريال واخليها اديت ماتيريال واختار الوي ستيل، ابلاي كلوز، ايفالويت ماس بروبرتيز، هيديني الكتله بتاعتي 1168 جرام. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال او استفسار اذا بعتلنا على صفحتنا على الفيسبوك لانس دروكس عربي، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوفكم الدروس الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.